ده نورك. صدقي انت دونا عن اخواتك قريبه من قلبي. من القلب للقلب رسول يا مرات عمي. يا حلوه، يعني مش همك ولا خايفه؟ اخاف؟ واخاف ليه؟ هو انا ببيت غريب لا سمح الله، ده انا ببيت جدي، وجوزي يبقى ابن عمي، وحماتي تبقى مرات عمي، يعني مفيش امان احسن من كده. صح يا روحي صح. قولي لي انت كيف لفيتي على الواد حسن؟ وهو حسن برضك يضحك عليه؟ لا ما يضحكش عليه إلا من بنت من بنات كريمة اللي عينهم بجحة يندب فيها رصاصة. بنات كريمة أشرف من الشرف، عارفة ليه؟ عشان بنات كريمة هم بنات عبد الله، وعبد الله يبقى أخو جوزك اللي هو عمي برضو. بفكرك والله اللي كنتي هتموتي عليه، واللي اختار امي وسابك انتي. انتي بتقولي ايه؟ بقول اللي انتي عارفاه وفاهمه كويس قوي، واللي عقلك مش عايز ينسى لحد دلوقتي. كل ما عقلك يقول لك خلاص نسيته تظهر لك كريمه يا حرام، وتخليكي تكلف نفسك وتهرف روحك. انتي بنت قليله رباعيه. اسمعي يا جبرية، يو أقصد يا مرات عمي، اللي أمي ما عرفتش تعمله معاك السنين اللي فاتت دي كلها، أنا بقى هطلعه على جدتك. حياة كريمة؟ لا وأنت السابقة، وحياة عبد الله. اخرس يا جليلة الحياة. أنا غير كل البنات. لا بنات إيه بقى؟ ما أنا خلاص بقيت مرات ابنك، يعني بقيت مدام غير كل النسوان اللي مروا عليكي في حياتك. انا حاجه لوحدي كده، عارفه الحيه؟ انا الحيه اللي تلف على فريستها لحد ما تعصرها عصر. اهو انا، وانا اللي حقت عرس الحيه. ماشي، يانا يا انتي. رد عليا خالص، كلمت اكتر من 10 مرات. اهدي بس. اهدى ده ايه؟ انا قلت ده مش هيسيبني وهيرجع لي جري. يا بنتي مش عبد الحكيم. بقولك ايه، انا كده بدات اقلق. عبد الحكيم لو هيموت عليكي استحاله يعمل اي حاجه تبين ده. طب اعمل ايه؟ بصي بقى، انا هقولك على حاجه تعمليها وهي دي اللي هتبقى في الجون. قولي. عبد الحكيم لو مرنش عليك النهارده ولا حتى كلمك، تاخدي بعضك كده وتروحي تزوريه في البلد. يا نهار اسود، ده كان يضربني بالنار. ويضربك بالنار ليه؟ بالعكس، ده هيفهم من كده انك انت بتحبيه جدا، وان هو خلاص خيش في مخك، وان خلاص ما تقدريش على بعضه. انت مجنونه؟ ده مراته هناك، دي تاكلني. وحسن بقى بالذات لو شافني هناك ممكن يرميني في الترعه. حسن، ما هو ده المشكله. ما حضرتك لو ما كنتيش تعرفي سي حسن ولا كان لك علاقه بيه،
كان الموضوع هيبقى أسهل من كده بكتير. المشكلة بقى واللي أنا خايفة منه إنه يكون قال حاجة لعبد الحكيم. لا ما أعتقدش. وما تعتقديش ليه؟ حسن دهبل ما يهموش غير مزاجه وبس. ياكش أنا بس اللي طلعت عبيطة وما عرفتش أستغله كويس. خلاص يا حلوة وريني بقى هتعملي إيه مع الزغلول الكبير. ليه يا حل يا عمده؟ ليه يا حل؟ بس يعني بس يعني. ايه قلت لك ليه يا حل والحل عندك انت؟ ما هو اللي محيرني ان كريمه ذات نفسها مش عايزه تبلغ. طب ده زين. لا مش زين، طالما مش عايزه تبلغ يبقى الموضوع ده يعني يجلد يحير. يعني ايه يجلد؟ يعني هتعمل ايه؟ ما انت عارف ايه اللي حصل. فاكر؟ اسمع، كريمه دي توب جبرات عمي، واللي انتحر ايوه انتحر هيبقى اخوها، يعني الحدوتي كلها منين وفيني. مروان انا مش عايز مشاكل في البلد. مش عايز مشاكل؟ يبقى تسمع الكلام. بقول لك ايه، حل مشاكلك بقى مع كريم، مالهش انا داخل في الموضوع. اعتبرها خلصانه. خلصانه يا عمده، ودكتور الصحه ده حبيبنا، ورقه الدفن ساعه وتكون عندك. الكلام ده كبير. ايوه كبير، ولو ما سمعتش الكلام البلد كلها هتولع. كلامك ده يا مروان هولع هيولع البلد. اسمع يا عمده، اسمع، انا سكتت كتير قوي، واللي خلق الخلق واللي خلق الخلق لو غفيرة وعسكري هياخد ابويا، ده انا هدرمغ هدرمغي، هحرق البلد كلها من شرقها لغربها من كبيرها لصغيرها. فاهم ولا لا؟ ده الكبير، الكبير يا عمدي، اسمع الكلام والدنيا هتمشي سلام. فاهم ولا لا؟ مش عارف ايه بس اللي خلى عبد السلام ينتحر. ما تخافش يا ابوي، محدش يقدر يقرب ناحيتك، اللي هيقرب من بيت الكبير اولع فيه. انا مش خايف يا ولدي، مش مصدق انه عملت كده. هو اللي غلطان، هو اللي غلطان يا ابوي. انا لو كنت قاعد كنت أنا اللي هخلص عليه. قتلت صاحبي، صديق عمري. رحت له لحد بيته، رحت له لحد بيته عشان ترجع هيبته وكرامته، هو اللي جنى على روحه. الشيطان ركبني. لا يا ابوي، الشيطان ركبه هو مش انت. الشيطان قال له احط راسه براسك يا ابوي. ما تشغلش بالك، خلاص كفايه كفايه. كل اللي احنا فيه ده سببه عمي ومرات عمي. انت شلت عبد السلام سنين كتير يا ابوي، كتير. كفايه تحملنا بنته اللي بطنها ناشفه لا ينبت فيها نبت ولا تعلي فرع كمان. يعني ايه؟ يعني خلاص ما تشيلش في نفسك يا ابوي، ما تشيلش في نفسك. كنت عايز تعمل ايه؟ يتطاول عليك اكتر؟ تديله خدك التاني عشان بعد كده يدوس علينا كلنا؟ برضك انا اللي غلطان. لا يا ابوي، لا، هو اللي غلطان ومن زمان كمان. مش كفايه بنته اللي طلقها علينا لا عارف يلمها ولا يربيها؟ كل ده خلاص خلص يا ابوش، خلص. الطلقة اللي طلعت من يدي خدت روحها. مالك يا ابوي؟ فيه ايه يا ابوي؟ عبد السلام كان صاحبي يا ولدي. احزن يا ابوي براحتك، بس ما تنساش ايه، احنا محتاجين الكبير، محتاجين عبد الحكيم. البيت الكبير ده محتاجك شبوش، محتاجك. Thank you.
اللي انت عايزه هعمله لك. اهدى اهدى تعال. يا ترى بتعمل ايه دلوقتي يا كريمة؟ عبد السلام اخويا مات زي ما اي حد بيموت، وانا جيت اقول لك، بس مش عايزاك تقول لاي حد. وتصريح الدفن العمده قدها وقدود يا زينب. صدقوا بقى ان مروان جه وطلب مني نفس الطلب اللي انتوا بتطلبوه ده. وقال لك ايه تاني؟ قال لي اي عسكري او غفير هيهوب ناحيه ابوه هيولع فيهم. مروان؟ اه مروان يا زينب. مستغربه ليه؟ ما هو رادع من جبريه ويبقى من صلب عبد الحكيم، يعني كلهم تينا واحده. انا هدفن دلوقتي. انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ بقول انا هدفن دلوقتي. يلا يا زينب. الله يرحمه. انت كنت فاكره مروان مش شبهه، مش كده؟ كلامه يا ماما. اسمعي يا بنتي، كل الناس اللي في البلد دي شبه بعض، ما فهمش حد مختلف عن التاني. انت عايزه تعملي ايه قوليلي؟ عايزك تبقي معايا وفي ظهري. انا طول عمري في ظهرك يا ماما. ابوك الله يرحمه مات بحسرته من اللي عمله عبد الحكيم، واخويا مات برصاصه وبرضه من عبد الحكيم، وكل اللي لينا في ايد عبد الحكيم، وكل العز والخير اللي هو فيه ده من حقنا وبتاعنا. وانا مش ههدى غير لما كمان روح عبد الحكيم تبقى في ايدينا. اللي انت عايزه تعمليه انا معاكي فيه. انا عايزه املك البلد دي من اولها لاخرها. مش عايزه ولا صغير ولا كبير يتنفس غير بامر مني، ولا عيل يحط ببقه لقمه الا بامر من كريمه. قال بيقولوا عبد الله ما خلفش الا بنات. وكريمه مره غلبانه ملهاش ظهر ولا حد ياخد بطارها، نسوان ومكسورين الخاطر. وحياتك انت عندي، لنكسر رقبه اي حد ونقطع لسان اي مخلوق يقول كلمه ما تعجبناش. انا مش هيهدي لي بالي ولا هستريح يا زينب غير لما كل اللي في دماغي يحصل. كل اللي في دماغي. وانا مش هنام غير لما ناخد حقنا تلت ومتلت. ربنا يبارك لي فيك يا بنتي. خليكي لينا يا امي. ايه ده؟ استخف. حسن تعال عايزك. اسمع يا حسن، اسمع الكلام اللي هقوله، عايزك تحطه في راسك وتفهمه زين. قول. قتال مالها؟ والسهلة عارف. كريمة هتعمل ايه يعني؟ مش هتسكت. احنا كمان مش هنسكت. ايه هتقف قدام الحريم؟ امال هنعمل ايه؟ انا هقول لك. احنا رجاله البيت، وكريمه وبنات عمي مسؤولين مننا، بس اللي نقوله هو اللي هيمشي ويمشي على رجبيهم كمان. ما تتنططش. شيء انا من يدك دي ليدك دي. مفيده اللي تقول عليه. مفيدة خلاص، ما عادش نافع انها تعيش، لا هي ولا اللي في بطنها. انا اللي غلطان، غلطان لما قلبي حن، بس من النهارده قلوبنا عايزها اكثر من الحجر واكثر من الحجر كمان. قلت لك ما تتنطط شيء. تعالى. Thank you.
على ايه؟ في ايه حسن؟ في ايه بتبصلي كده ليه؟ أمي هي اللي عملت فيكي كده يا ريتال؟ مش مصدقني؟ ولا لا؟ هي يا حسن، وعارفة انك مش هتصدقني، بس انا عايزك تعرف ان انا ماليش غيرك. انا عارفة دلوقتي امي بيدور في دماغها ايه. بمجرد ما تعرف ان انا وانت اتجوزنا، اول حاجة هتعملها ان هي تتبرى مني. عايز تطردني تشتمني، اعمل اللي نفسك فيه يا حسن، مش هقولك لا، بس عايزك تعرف ان انا ماليش غيرك وماليش مكان اروحه. حسن، صدقني اللي انا قلته هو الصح، واللي اتفقنا عليه هو اللي هنعمله. اديك شفت العيله دي مفيش وراها غير الهم والبلاوي اللي ما بتنتهيش. اللي حصل ده هيفتح عين ابواب جهنم ومش هتتقفل. تقصد ايه؟ اقصد ان انا وانت زي بعض، عايزين نعيش الحياه زي ما احنا كنا متفقين، عايزين نسافر ونهاجر. هو ده الصح صدقني يا حسن. سيب ابويا في اللي هو فيه ده. ابوك؟ هو ما فكرش فيك ليه لما عمل اللي عمله؟ هو انت يا حسن ناوي تقعد معاهم؟ ناوي تبقى زيهم؟ وتعيش الحياه زي ما هم عايزين؟ وتحبس نفسك في الدوامه اللي عايشين فيها بقالهم سنين؟ انت عايزه ايه؟ نهرب. وبعدين؟ نعيش. أهرب معاكي؟ تهرب مع مراتك اللي إيه؟ اوعي تقولي اللي بتحبني. مش هقول بحبك، بس هقول إن إحنا خلاص ما عادش لينا غير بعض أنا وإنت. هي دي الحقيقة صدقني. مراتي كيف وإحنا لسه حتى ما جربناش من بعض؟ عايزاني أبقى معاكي كيف؟ وإنت بعيد عني يا ريتال. ولا ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد اني عشان اصدق انك معايا وانك مش هتسيبيني، لازم احس انك مراتي بجد، واني جوزك مش على الورق وبالكلام. متقعدش ساكتك، ده سكوتك ده بيخوفني. لا ما تقلقنيش عليك اكتر من كده، قول اللي في قلبك. مش عايز اتكلم. لو ما اتكلمتش معاي هتتكلم مع مين؟ انت لازم تتكلم. انا عايز افضل كده طول عمري، عايز افضل ساكت. تموت. كتمة القلب مرض ووجع، وجع واعر. مين اللي حاسس؟ أنا حاسة بيك. أنا شيل عنك، أنا مرايتك وسرك. أمليني بروحي. ما كنتش جيت يا مروان. أيوة ما كنتش جيت. أنت جيت عشان تتكلم، بس أنت مش متعود تتكلم على طول، لازم تعيد وتزيد وتغربل الكلام اللي جواك، وهو ده اللي تعبك. محتار في ايه؟ في اللي انا فيه يا فريدة، في اللي انا فيه. حاسس اني بين نارين، حاسس اني مرمي جوا طاحونة عمال تلف بيا وتفرص في عظمي. ما تقولش كده، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة يا فريدة. من يوم ما بقيت بين أمي ومرت عمي. حالهم هم، مش حالك أنت. لا حالي،
حالي من يوم ما رضيت ان اكون وسطيهم يبقى حالي. انت لسه على البر؟ لا، عايزاني اشيل يد من الموضوع واهمل ابوي بروحه. لا ما تهملوش، بس انت كمان ما تشيلش اكتر من اللي تقدر عليه. وقولوا عبد الحكيم ما خلفش رجاله، وهو الراجل يعني لازم يتحمل اكتر من طاقته. ايوه، عندنا في البيت الكبير لازم يتحمل اكتر من طاقته. انت لازم مخك يبقى صافي، لازم تطلع كل اللي جواك. طول ما انت مشغول وعقلك متلعبك كده عمرك ما هتعرف السكه رايحه فين. عايزة اطلع فوق استريح، سيبوني اطلع فوق شوية. لا يا ماما شكلك تعبانة. أنا كويس حبيبتي، اوعي ايدي يا نادية، اوعي يا زينب. سيبها لوحدها كده، انا عايزه اطلع اطمن عليها. روحي. عايزاه السعادي، عايزاكي في كلمتين كده. ما وقتوش، مش شايفه اللي احنا فيه؟ ما انا جايه عشان اللي انتوا فيه ده، هما كلمتين ما فيش غيرهم. خير. 100,000 جنيه. كم؟ ليش؟ عشان لساني ده يدخل ما يخرجش تاني. قطع لسانك. ما هو قبل ما يتقطع لساني هيقول على اللي انا عارفاه. وايه ان شاء الله اللي انت عارفاه؟ عبد الله، الله يرحمه، انت اللي قتلتيه. طب تعالي تعالي. ايه قاعدي؟ المية دول حق سكوتي عن النصيبة اللي انت عملتيها، واللي لو عرفها حد هنا هيقول عليك يا رحمن يا رحيم. وكمان يا دلال العمل. عمل ايه؟ العمل. الكل فاهم ان كريمة هي اللي عملت العمل لفوزية. شوفي لو فوزية عرفت ان انت ورا كل ده هتعمل ايه؟ وده بقى يساوي كام؟ مش هتجل عليكي، انا عارفه ان دلابك في ذهب لو اول ولا اخر. صدقي لوش لزوم كل اللي قلتيه ده، اي حاجه انت عايزاها حاضر من عيني. انت حبيبتي، امال ايه؟ اها، بعدين يعني ده انا لسه عايزاكي في حاجات ياما. وانا عينيا ليكي، واللي انت عايزاه جاهز. امسكي، مش خسارة فيك. بجد؟ امال ايه؟ انت حبيبتي يا بت، وانا لو فرطت فيكي هشتري مين؟ وبعدين ده انا اسراري كلها في حدك، ولا ايه يا دلال؟ يعني مش قصدي. لولا انك حبيبتي يا دلال والله كنت زعلت منك. خبر ايه يا بت؟ انا عندي اغلى منك، والله ما عندي حد لا استأمنه على سري ولا أقول له على وجعي ولا أقول له على حاجة أنا عايزاها ويعملها لي. الشيطان يا ست جبرية. يلا الله مخزك يا شيطان. قولي لي حبيبتي، ما
مات عاوزة باقي فلوسك في أقرب وقت ممكن. بيني وبينك عايزة أشتري بيت جديد. يا أختي مبروك، ألف بركة. أقول لك على حاجة، لو كمان فلوسك ما قضتش البيت الجديد رقبتي سدادة. جيبهم لك فين يا حبيبتي؟ المكان اللي تقولي عليه. أي مكان، بس أنا أقدرش أجيب الفلوس هنا، حد يشوفها في الدولاب يقولي جايبها ليه. يبقى خلاص البيت عندي. لا أقول لك مش أمان، أخاف حد يشوفني ولا يشوف الفلوس. لا يا بنت مش صح. السجل القديمة؟ لا الطاحونة أحسن. جهزني. ليه يا بنت؟ ده أحسن مكان نتقابلوا فيه، حدش بيروح هناك. أقول لك أنا حجيب معاه صندوق الذهب كله، وانت اختاري اللي يعجبك، وحلف الفلوس على وسطي عشان حدش يشوفنا. نتقابلوا بيتها الليلة. خلاص هستنيكي. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مش مظبوط خالص. ده انا اخويا عبد السلام يا حبيبي راح يزور النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب سافر بره ولا بحر؟ لا مؤاخذة مش فاهمة، يعني ايه بره ولا بحر؟ يعني انت يا كريمة ما تعرفيش اخوك راح الحجاز بره ولا بحر؟ ايه؟ ما وصلتيهوش؟ لا ما وصلتهوش. طب اقول لحضرتك حاجة، انا ما شفتهوش كده في وشي وقال لي ان انا مسافر يا كريمة. ده هو ساب لي خبر مع البنت نادية بنته ان هو مسافر. طب والبلاغ اللي جاله؟ بلاغ؟ بلاغ في اخويا عبد السلام؟ ده عبد السلام ده طيب، لا بيهش ولا بينش ولا بيأذي حد. يقدموا فيه بلاغ ليه بس؟ انت عارفة كويس قوي انا بتكلم على ايه يا كريمة. وحياتك عندي وغلاوتك ولا دم يجري زي الشاي اللي حضرتك بتشربه ده؟ انا ما اعرف انت تقصد ايه. اقصد ان عبد السلام اتقتل. ايه؟ عبد السلام اخويا مات؟ اتقتل؟ يا حمدي يا لهوي يا حمدي يا حزني، الحقيني يا زينب، الحقيني يا ناديه. ايه؟ يزور النبي عليه الصلاة والسلام. يقتلوا ليه؟ وعرفتوا يا اخويا مين اللي قتله ولقيتوا جثته. لقينا وهنشوف اذا قتل عبد السلام ولا لا. ونص ساعة وكل حاجة هتكون جاهزة. يا غلبان يا عبد السلام. صوتي يا بيه.